احنا دلوقتي بنختبر اللي بنعمل في تي لوب. اول حاجه بختبر السكه من اولها. فاول السكه عندي اللي هو الفي تي هنا, ممكن الورق. فعندي ايه الفي تي تحت من تحت ده, انا عندي السوكت اللي تحت دي محدش شايفها, يعني دي سوكت ماشيه في جوه اللوحه, محدش شايف السلك ده ماشي جوه, محدش عمل عليه تفت قبل كده او شاف السكه دي ماشيه ازاي. فعندنا بنبدا من اول السكه هنا, دي الفازه ار, دي الفازه اس, دي الفازه تي, ده نيوترو, تجميع ار واس وتي ونيوترو. انا ما بختبرش من هنا, بختبر من اول السكه. تمام, اول السكه عندي اللي هي تحت هنا, واحد ايه بتاعت الفازه ار, واحد ايه بتاعت الفازه اس, واحد ايه بتاعت الفازه تي, دولت خارجين عندي هنا سلكه والثانيه والثالثه. وعندي النيوترال ده بيجمع الان دي والان بتاعت الفازه اس والان بتاعت الفازه تي, وايه بيوصلهم بالارض. دي كده ستور, توصيله ستور. فانا لازم عشان بختبر لازم اختبر السكه من الاول, ما ينفعش ابدا من النص وكنسل ده, لان ممكن يكون هنا عندي في شورت او في اي حاجه. بس فاحنا دلوقتي حقنين على ال 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 وصلين هنا الجهاز بتاعي, وصلينه هنا, الاطراف خارجه اهي داخله على الفي تي, في تي من تحت. وحقنين, حقنا 2 4 6 ثلاث فازات مختلفين عشان اعرف اميز, عشان اعرف اميز. ممكن ما يبقاش, ممكن يبقى في سواب بين الفازه والثانيه. تمام, فكده انا اقدر احدد كل فازه طالعه في مكانها مظبوط. بس فهنجيب دلوقتي نشوف هنا برضه السكه قبل البريكر وبعد البريكر. مظبوط مظبوط, هشوف هنا قبل البريكر وبعد البريكر, بشوف الفولتميتر وبقلب بالسلك. تمام تمام.